لا، بيتعب الإنسان، بياخد استراحة، اسمها استراحة مقاتل. بأواخر 2016 محطة مؤثرة صارت تحكمك نوبات هلع، بانيك أتاكس. شو صار معك وقتها؟ لمدة سنة ونص، مش صحيح. فترة صغيرة. صحيح. رح بلش بإنه الإنسان إذا فقد حدا أو بيضل خايف يفقد حدا. لما تحب شخص كثير من قلبك وبتخاف إنك تفقده، لما يصير معه شيء بيوجعك كثير. وأنا هذا اللي حصل معي. شو صار؟ ب 2016 نمنا فقنا، أنا عندي أخ أكبر مني وأخت أصغر مني. الله يخليكم لبعض. مرسي. أختي ماري نمنا فقنا، كان شعرها كثير طويل. فجأة فقنا لقينا مثل اللي مشغل قداحة بأماكن معينة براسها، وفي هيك أماكن معينة براسها فاضية فارغة، يعني كليا. اف، شو صار معها؟ ثاني يوم نروح ونسأل ويقولوا ما في سبب محدد. يعني أوقات بيصير في شغلة اسمها ثعلبة أو هيك شيء. ثعلبة صح. طلع مو هذا الشيء. شو طلع؟ بعد فترة فقدت جزء كتير كبير من شعرها. بعد فترة صار ينس. بعد فترة نحفت 10-15 كيلو. هيك كان طبوشي شوي. حطولنا صور لماري قبل البانيك أتاك ما يصير معك، وحنعرض صور. هيدي هون شعرها طويل، هون شعرها طويل كتير. فرجونا شعرها خلال الفترة الصعبة. هون بلش شعرها يهر ويصير فيها البقع. هي حتى هون براسة. هون كان عندها تنتين، واحدة هون وواحدة هون. يعني هي هدول كانت مرضت أختي 8 شهور. بهدول الثمان شهور نحن كل فترة كنا نحاول نعرف شبهها. فكرنا شيء من دكتور يعني لدكتور، فكرنا شيء ثاني مثلا. الحمد لله المرض الخبيث مثلا فكرته. ما طلع ولا شيء. شو طلع؟ بنت ميتة سريريا. أنا تمنيت أختي تموت. اف، كيف يعني؟ من كتر ما كانت تتوجع بدون ما تتوجع. يعني ما في حرق عم يوجع، بس عظمة عم يوجع. ما في شيء براسة عم يوجع، بس راسة ما عم بيخليها تقيم راسة. تمنيت أختك تموت حتى ما تشوفيها عم تتوجع؟ لأنه الطريقة اللي كانت عم تتوجع فيها بدون سبب واضح يخليني ساعدها، فقدت الأمل بأنه أنا أختي تكون منيحة. صدى صريخها بعده على الآن براسك لليوم؟ ايه. مرة أختي نامت 3 أيام. نامت 3 أيام، تفيق تفوت على الحمام، نامت. ما تستوعب نحن مين. طب ليه؟ شو هذا المرض يلي شو طلع بعدين؟ شو هذا المرض؟ ودعيت. لهيك بقول لك إيماني كثير قوي. قلت يا رب إذا في شيء بخليها تكون مرتاحة، خذ نصحتي وعطيها إياها. زعلتي من ربك وقتها؟ لا 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 لا, لا 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 لا. زاد إيمانك؟ زاد إيماني بإنه أنا إذا بدها منصحتي عطيها إياها. نمت. تجيني بالمنام مرة، بكون واقفة على المراية، تجيني مرة واقفة هي على المراية، يعني كأنه عم شوف حالي بس أنا مو أنا. بتقلي طلعوا من هذا البيت يلي أنتوا فيه. أف. في بقول لهم لأهلي إنه أنا هيك حلمت، بس ما ربطت، يعني ما ربطت الأشياء ببعضها. قلت لهم والله حلمت هيك، قستني وحدة بالمنام إنه عم شوفها على المراية بس كأنه أنا بس مو أنا، وعم خلصت السيرة. رجعت نمت. 4 أيام ورا بعض بتجيني بالمنام هي المرة، اللي هي بدون ملامح واضحة. يعني أنت إذا بتقلي وصفي لي إياها اليوم بقول لك ما بعرف. إيه، صوت امرأة وشكل امرأة بس ما في وش واضح. تنكشني من رجلي، بتقلي أنتوا لازم تطلعوا من بيتي، أنا هذا البيت بيتي. أف، أبشعر بدني. ثالث يوم، الرابع. إجت بعد رابع يوم؟ 4 أيام. 4 أيام. 4 أيام. اليوم الرابع شفتهم عم، الله يطول بعمره، شفتهم عم يقبروا بابا وهو عايش. إنه يا بتطلعوا من هذا البيت، وهو عم يستنجد فيني إنه أنا عايش ماني ميت، أنا عايش ماني ميت. وهون صابتني، كانت تصيبني كتير حالات هلع، وهون صابتني أقوى حالة من أول ما بلشت إلى أن وصلت استنجد فيني وما قدرت أعمل له شيء. فقت بتذكر اللي هن بيقولوا لي إياه. صار معي قصص. فتحت الدوش، حطيت مي ساخنة مثل النار، احترقت، صرت صرخ وابكي واضرب. يعني تصرفت تصرفات
ماني مسؤولة عنها مثل منك واعي ماني واعي. بعدها بقول لهم لأهلي أنا بهذا البيت ما بعيش، في شيء بهذا البيت أنا ما عم بفهم شو هو. نحن وعم نضب غراض خلص أنا اللي أخذت القرار. قديه كان صار لكم قاعدين بهالبيت؟ 4 سنين تقريبا. 4 سنين أجار؟ إيه أخذنا القرار رحنا بهالبيت عم نضب 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 فبغرفة الثياب شو لقيتي؟ تماما مو أنا لقيت هن لقوا بس يعني لقينا ونحن عم نضب الغراض لقينا كيس. فتحت أختي الكيس وحطت إيدها فقرفت قالت شو هاد؟ لما شالت ايدك الايدة دم اف اسود سحر؟ سحر. كيف اكتشفنا بعدين انه سحر؟ لما نحن فتحنا الكيس ريحته مقرفة وشكله مقرف، فيه قبر، فيه صورة اختي، فيه شعر اختك ما بعرف بس فيه شعر، فيه 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 كتير قرف، كتير بشع، كتير غدر، كتير طعن، كتير شغلات ما لازم نحن نتعرض لها، نحن مانا ناس مأذيين. عرفتوا مين الشخص ورا هالخطوة؟ شو ما بتيجيك الضربة إلا من القريب. حدا فايت على بيتك. قد إيه قريب يعني؟ أنت بدي أسألك سؤال، كل الناس بتفوت على بيتك؟ لا. تمام. حدا قريب. لما شفنا هذا الشيء سألنا ناس كثير وستي بتعرف الستات والمدري شو كذا وقالت لنا لا وهذا ومدري شو ديروا بالكم وما بعرف شو مدري شو. بحثنا وسألنا وا 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 فطلع سحر لأختي بهداك العمر يوم ما وليدها 99 قد ايه عمرها 23 24 حدا بده يأذي أختك تحديدا؟ أذاها شو بده يأذيها؟ ماتت البنت. اليوم كيف صارت؟ أنا أكثر حدا فخورة فيه بالدنيا هو أختي لأنه هي كل يوم من ضلع الضعف بتقوي حالها. بعدها عم تعاني؟ لا بس ما في شيء ما له آثار. فكرتي بالانتحار وقتها؟ ولا مرة فكرت بالانتحار بكل حياتي أبدا. مرام بس نوقع بأزمة صحية بيتغربلوا الأشخاص يلي حولنا. عديلي على أصابيعك هلأ كم واحد بقيوا بحياتك؟ كتير قلال. قلوا كتير تغربلوا. بتصدق أوقات في ناس مو اوقات هلا في ناس بحياتي انا بعرف انه هن مخططين ومفكرين ليأذوني وما طلعتهم من حياتي عرفت هن شو